20 بلاغ اتقدموا في الست اللي اسمها بوسي دي. وفي واحده من الضحايا اسمها الاستاذه هبه. الاستاذه هبه عملت ايه؟ الاستاذه هبه كان معاها اللي انا فاهمه يعني ان كان معاها حوالي 100,000 او 150,000 وديتهم لبوسي. هل بقى هي قدمت بلاغ ولا هي تعثرت معاها فقدمت البلاغ؟ نسالها. برحب بحضرتك معانا يا ست هبه. الو، مساء الخير استاذ شريف. اهلا بيكي، مساء النور يا ستي. اهلا وسهلا. ايه اللي حصل معاكي بقى؟ هي بص، هي حضرتك هي دخلت الاول عليا انت انها مدرسه وبنت ناس وباباها تاجر كبير. هي مدرسه في وزاره التربيه والتعليم. وباباها كان تاجر كبير وتجار، وهما يعني من عيله كويسه غنيه يعني. ايوه. فما كان ما كانش في اوبشن ان انا افتكر ان هي تبقى ممكن نصابه. وبعدين هي بتدخل على ضحاياها اصلا انا بنت ناس انت. طيب انا عايز اسالك شويه اسئله مترتبه كده. انت عرفتيها اول مره امتى؟ بص حضرتك، احنا عارفينها من زمان لانها كانت يعني في مدارس ولادنا. كانت في مدارس ولادكم. والاول بتشتغل كانت الاول بتشتغل قطاعي، يعني بتجيب حاجات وتبيعها من بيتها. تمام، بتشتري حاجات وتبيعها. من سنين من الكلام ده. مش يعني مش قريب. بدات بقى نشاط انها خدت منك فلوس اول مره امتى؟ انا اديتها في شهر 11 اللي فات، 11/2021. شهر 11 اللي فات. اديتيها كام؟ قبلي معاها كان بدانا ب 20. بداتي ب 20,000 جنيه. فكانت بتتصل قبل ميعاد الارباح. ايوه، هي بتعالي خدي ارباح. تتصل بيك قبل وال 20,000 جنيه الاولانيه دي اديتك ارباحهم قد ايه بقى؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه وصلت لكام بقى بعد كده؟ 1000 جنيه شهري. لما بدا بقى الدنيا خلاص، انا بقى في مصداقيه بقى وخلاص، هي بتديني ارباحي في ميعادها. الكلام يعني ما زادش شهرين ثلاثه. انت اول مره اشتغلتي معاها؟ بعتذر لك، اول مره اديتيها فلوس كان في 11 السنه اللي فاتت. يعني انا بتكلم في 6 اشهر. كله على بعضه 6 اشهر. اديتك 1000 جنيه كل شهر. خدت في شهر واحد. هي لا، هي ما هي لغايه شهر 2 شهر 3 ما خدتوش. يعني هي اديتك 11 و12. وبعد كده سحبت في شهر واحد، اخر واحد سحبت مني مبلغ تاني. كام بقى؟ كان 150 في 300 كده. طب هي سقطت معاكي شهرين، فانت اديتيها 150,000 جنيه؟ لا، انا اديتها قبل ما تسقط. اديتيها قبل ما جات لك هي في شهر واحد وخدت منك 150,000 جنيه. انا خدت منها لغايه شهر 3. شهر 3 اتعصر. واديتيها اجمالي كام يا فندم؟ مليون وربع. نعم؟ كام؟ مليون وربع. مليون وربع من شهر 11 لغايه دلوقتي. ما تسالنيش ازاي يا استاذ شريف، وما تسالش الضحايا. لا، هو في الحقيقه بعتذر لك والله انا اسف، بس هو في الحقيقه لازم اسالك ازاي. مش عارف. لا، هو مش ازاي. هي ليها طريقتها، وبتدخل بتثبت اللي قدامها بطريقه يعني محدش يقدر يقولها لا. طيب، هو ناس راحوا فكوا لها شهادات، وناس قلعوا ذهبها وادوها لها. ناس فكوا شهادات من البنك وراحوا ادوها لبوسي؟ وقلعوا ذهبهم من ايديهم وادوها لها. هو حضرتك اللي قدمتي البلاغ بعد ما شفتي الاخبار بتاعت الناس التانيه، ولا قدمتي البلاغ امتى؟ لا، احنا قدمنا البلاغ كان في تقريبا اخر يوم رمضان. لان انا عرفت ان في ناس مقدمه تانية لانها كانت اتعثرت مع ناس قدامي. طب بقول لك ايه، هو هي معاها مليون وربع. بتوعك انت صح؟ انا ما كنتش هسالك انت اديتهم لها بس ازاي، انا كنت هسالك ربنا يغنيكي ويغني الناس كلها. المليون وربع دول ما كانوش يروحوا في بنك؟ ما كانوش يروحوا في حاجه يعني استثمار حقيقي؟ انا بقول لحضرتك، انا مش عارفه ده حصل. هي بقول لحضرتك بتدخل، انا ما اعرفش. بقول لحضرتك بتقلع الناس ذهبها، عليها طريقه اقناع غريبه. لا غريبه. استاذه هبه، الفلوس اللي انت خدتيها دي كانت موجوده في بنك قبل كده، ولا انت بعتي حاجه، ولا اتصرفتي في حاجه؟ انا كنت بايعه قطعه ارض ليا وكنت وارثه. حتة أرض وإيه يا أستاذة هبة؟ وورثة. حتة أرض وورشة وورثة؟ ورثة. وحتة أرض خدتهم بوسي. أه. خدتي ورق بقى بيقول أي حاجة؟
كاتبه وصولات امانه. هي كاتبه وصولات امانه. حضرتك هي قاعده في البرج بتاعهم اصلا، اهلها معروفين، هي معروفه كمان لينا يعني، هي نصبه على ناس اصدقاء عمرها معاها بقالها اكتر من 30 سنه. ف يعني مش انا بس، ده ناس كتير. وحضرتك كمان بتعمل جمعيات وهميه. هو استاذه هبه، اللي انا فاهمه ان حضرتك خريجه كليه تجاره صح؟ درستي اي حاجه في كليه التجاره تقول لك او تمنعك؟ ازاي يا شيخ؟ انا مش عارف اسالك فعلا. يعني ازاي يا ست تبقي خريجه كليه تجاره؟ والله انا بقول حضرتك ما تسالنيش، ما جاش في المنهج ده في اي ماده يعني خالص. لا اله الا الله خالص والله. بص هو حضرتك، انا يعني ايه، انا كنت عايزه ادخل معاها كشراكه اننا هنفتح محل. فهي البضاعه عندي، انا البضاعه موجوده، طب اوكي وريني. ده خلاني اشك اكتر، وخلاني اروح لها البيت فجاه علشان اعرف عندها بضاعه فعلا. خلاكي تشكي ايه بقى؟ قولي اللي خلاكي تشكي كده عشان الناس تسمع. انها انا عندي بضاعه، خلاص اوكي هنأجر محل. طيب المحل هيخلق هي هي يفضل اللي انا هأجره، هي الراجل هيسيبه 30 4، فهنبدا ناخده بقى من اول 5 ونبدا نفتح خلاص بعد العيد. طيب اوكي انا مش هروح اجر محل وادفع مقدم وكده وانا مش عارفه انا يعني في بضاعه ولا مش موجود. فانت رحتي عشان تشوفي البضاعه؟ لا، بدات تتهرب بقى. ففجاه انا رحت، فعرفت بقى من الناس عندها في العماره ان البوليس كان عندها، قالت ده البوكس كان موجود عندها امبارح بس مش لقيوها هربوها. فانا طبعا طب ايه اللي حصل؟ فبدات بقى الدنيا كده بقى قامت بقى كلها عليها، بدانا نلم ونعرف بعض يعني، بدانا كلنا بقى نعرف بعض، وهي مفهمه كل واحد ان هو شغال معاها لوحده يعني، انا واخده منك انت بس، مش واخده من غيرك، هو انت بتساعديني في شغلي واحنا مع بعض وخلاص. فمش يعني كل التفاصيل اللي قلتيها لنا دي بشكرك انك قلتيها لنا، خلي الناس تفهم وتعرف وتتعظ. طبعا الست اتقبض عليها بالفعل، هنشوف بقى الاجراءات القانونيه. كويس ان انت معاكي ورق، في ناس تلاقيها سابت ذهبها مثلا معاها من 10 سنين ما معهمش ورق خالص وما خدوش منها ارباح. هي شغاله معاهم بقالها 10 سنين ما مش معاهم اصلا وصولات وما خدوش منها ارباح خالص، تقول لهم انا هعللكم هي على اصل المبلغ. هي كانت بتقول للناس يعني، اكيد اتكلمتي مع حد بقى، كانت بتقول لهم هديكوا ارباح كام؟ 40%. كام؟ 40%. في الشهر يا ست، كل ما خدتيش في كليه التجاره ان مفيش حاجه بتجيب 40%؟ ما هي حضرتك بتبيع يعني، بتبيع ايه بس وتعمل ايه؟ ده انت درستي ده انت درستي الموضوع. مفيش حاجه اسمها 40%. ربنا يعني ربنا يقويكي ويساعدك ويساعد الناس كلها انها توصل لحقها. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذه هبه، خريجه كليه التجاره اللي حطت فلوسها عند بوسي الورث وحته الارض.